الاقبال اكيد وقت العطله. احنا عندنا موسم العطله هذا موسم المدارس ما قاعدين شغل ماكو يعني. فموسم العطله لا يختلف. بس موسم العطله تكون اسعار مالته مرتفعه كلش. يعني عندنا مده 4 أشهر جهاز يصعد تقريبا من 50 دولار ل 60 دولار. صار المصادر الاساسيه الشركات الرسميه من دبي. فالصعود يصير بدبي مو يمنا يعني. احنا ناس حالنا من حال اي واحد محل يعني ونشتري ونبيع بيه يعني. على جهاز قصير. على جهاز سعره 1,000,000 دينار. ايوه ارخص جهاز سعره 65,000. كل عبات موسميه وكل عبات لا تبقى ستاندر ثابت يعني. شلون هاي سعره يعني مثل ما نقول حديث تنزل توها تكون سعرها مختلف وغالي. اي كل لعبه وبها سعر يعني اسعار المعينه من 65,000 ل 15,000 الاسعار الالعاب الكل مال البلاي فور. واغلى اكو يعني مثلا سنه 22 تنزل طوبه هاي يصير اللعبه غاليه يعني. ايش قد يعني؟ توصل لحد ال 100 110 واقل تنزل كل يوم تنزل سعرها. جاي عمود ابني وليدي خاف عليه من الشارع يعني. انا عندي ولد صغير والشارع اليوم يعني وقت مو امان. وقتنا كلش مو امان. لا يعني شقلك يعني الظهريه او ها ما تحس بيه طلع بالشارع وكله هنا هذا الخطف وهذا انقتل وهذا ايش اسمه. وجاي الله وكيك لميتين فلس وهو محط لها مويه بصندوق وجاي اخذ لي ما ادري بيش السعر همين وجاي اخذ لي بلاي. قلت له بوجهك بلاي باسكل ابيعه. قال باسكل ابيعه بجيب لي بلاي. هو خلص امتحاناته؟ اي خلص امتحانات. نجحت او بعده؟ لا الحمد لله وشكر. نجح؟ آه يعني هذا نقول هديه نجاح. اي هديه نجاح الحمد لله وشكر. يعني يوم من الايام يعني شخص كبير بالعمر يعني عقال وشفيه ورجال يعني عليه القيمه يظل يمي قاعد على مود اكمل جهازه. ويروح يصلي ويرجع لي ويعني اشوف الرجال يعني ما اقدر يعني لازم اكمل له جهازه اليوم مصر انه اكمل له جهازه. فاخر شيء من راحت الناس وبقينا وحدنا قلت له حجي شو الموضوع انت شو باقي يمي. قال لي عمي انا الجهاز هذا مال ابني الولد ينام الساعه 9 بالليل انا استلمه من 9 لاذان الفجر اصلي وانام. الالعاب اكثر شيء اقبال عليها اللي هي معروفه الجي تي اي لان عالم مفتوح والالعاب العسكريه. اما الاعداديه المتوسطه الجهاز البي اس 4 اكثر شيء اقبال عليه. اكو حتى من جيل طيبين باب العمر بعد لحد الان تلعب جيم. شلون اعمارهم يعني مثلا؟ والله مثلا بعمري واكثر. هو بس ايام العطل شوي اهم الجو حار ويعني الجهال وين تروح يعني وين تطلع. وانا هسه ما عاد بجهاز فايف اذا نجح وان شاء الله يعني اجيب له واحد. واذا ما نجح؟ وإذا ما نجح بعد هاي مشكلته. لازم يشد حيله بعد. زين انتم دائما تجون بس فترة العطلة وبكل وقت؟ لا بكل وقت، أكثر شيء طوبة قاعد نلعب. أكثر شيء. إي. أكثر متواجد بالطوبة فورتنايت، بوبجي بي، سيرفرات خليج واكو عراقي سيرفرات، نقدر ندخل وياهم نلعب. نقعد نتونس بيها بالعطلة وياهم العادية طبيعي. بس بالعطلة لو عاد بوقت لا أنا طبيعي أنا؟ أنا بس بعمل عطلة صراحة بس عندك جماعتي 24 ساعة طبيعي. زين أكثر لعبة أنت؟ أكثر لعبة؟ والله نلعب كول أوف ديوتي أكثر شيء. يا